يقول كده أحد الآباء القديسين: نتحد بالمسيح في الإفخارستيا فتشتعل روحنا في مخادعنا، فلا نستطيع أن نمكث في ظلمة الخطية. فكل مرة بنتحد فيها بالمسيح في سر الإفخارستيا هي كل مرة بننور فيها أكتر، ونزداد لمعان أكتر، ونزداد فرح بربنا أكتر، ونقرب أكتر، ونفرح بربنا أكتر. فقوم لما الخطية تيجي أو الشيطان يحاول يرمي في وشي خطية أو يحاول يرمي في وداني خطية، أقول له: لا يا حبيبي، خلاص زمان الغربة الذي مضى يكفينا لنكون قد سلكنا في إرادة الأمم. خلاص يا حبيبي، زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم. خلاص، اللي فات مات، أنا دلوقتي باصت لنور المسيح ومنور بنور المسيح، فما تضحكش عليا بالخطية دي. عشان كده هو ده الكلام اللي بيقول القديس: تشتعل روحنا في مخادعنا فلا نستطيع أن نمكث في ظلمة الخطية. وده اللي قاله وأكد عليه معلمنا بولس في رسالته الثانية لأهل كورنثوس الإصحاح السادس، يقول أنه أية خلطة للبر والإثم، وأية شركة للنور مع الظلمة. إزاي يبقى في نور وظلمة؟ أي لمبة في بيتنا أو في أي حتة، يا منورة يا مطفية، ما ينفعش يكون اللمبة منورة ومطفية في نفس الوقت، يا مطفية يا منورة. إحنا ولاد المسيح بقى، إحنا إيه؟ ولاد البر، ولاد الإله القدوس، ولاد السماء. إحنا الملائكة اللي عايشين على الأرض في فترة مؤقتة ونرجع تاني ننور في السماء. كل ولاد ربنا كده، كلهم ملائكة قدسين عايشين على الأرض. وده اللي بيقول أبونا في نهاية القداس: القدسات القدسين. معنى كده أن كل إنسان واقف في بيت ربنا، كل إنسان هيحمل في نفسه روح الله القدوس، هو إنسان قديس عايش على الأرض، منتظر الوقت اللي هينطلق فيه ويوصل للسماء لحضن أبوه السماوي. أية خلطة للبر والإثم، وأية شركة للنور مع الظلمة. يقول كده القديس جيروم قول حلو خالص، يقول: يا من تحب الرب، يا من تحب الرب، اكره الشرير إبليس، اكره إبليس من كل قلبك، اكره أفكاره، واكره تصرفاته، واكره خطاياه، واكره ظلمته. يا من تحب الأشياء الصالحة لتكره الأشياء الشريرة، إذ لا تقدر أن تحبها ما لم تكره الشر. قديس جيروم بيوصينا أن احنا نكره إبليس قوي، ونكره شره، ونكره الخطية اللي بيرميها علينا. بيقول لي: لا تقدر أن تحبها ما لم تكره الشر. أنا بحب السماء، وبحب القديسين، وبحب المسيح، وبحب المذبح، وبحب كلمته، وبحب المزامير، وبحب التسبيحة، وبحب البصخات، وبحب الاجتماعات، وبحب العشيات، وبحب كلمة ربنا، بحب ربنا. فمش هعرف أعمل ده إلا إذا الأول عملت إيه؟ كرهت الشرير، كرهت الشيطان، وبعدت عنه. فأنا لازم أعمل ده، لازم أكره الشيطان من كل قلبي. فساعتها، لأني بحب المسيح قوي، فهقدر ادوس على الشيطان بقوة ربنا وبقوة صليبه، لانه قوة كلمة الصليب هي قوة الله. كلمة الصليب هي ايه؟ قوة الله. ده حتى الشماس في القداس يقول نداء حلو كده في صلاة الأنافور، يقول: ايها الجلوس قفوا. طبعا مش مقصود بيها القاعدين، طبعا هي تحتمل المعنيين، بس المعنى الاصلي بتاعها انه كفاية قاعدة بقى في الظلمة، كفاية قاعدة في الخطية، من فضلك قوم سيب مكان الظلمة وروح لنور المسيح. وساعتها ابونا يرد يقول ايه؟ الذي يقف امامه الملائكة ورؤساء الملائكة الى اخره. فاللي واقف قدام ربنا هو مين؟ الملائكة. مين اللي هواقف قدام ربنا؟ حضراتكم. يعني كل انسان واقف في الكنيسة قدام ربنا في وقت القداس هو واقف ملاك. السماء شايفاني كده، السماء شايفاني ملاك، شايفة اولاد ربنا ملائكة، فرحانة بالملائكة دي. فما فيش ملاك قاعد في ظلمة الخطية ولا ظلمة الشر، كل الملائكة منورين بنور ربنا. تاني نقطة مرتبطة بالنور، النور كرازة، النور كرازة. يقول كده في أعمال 13: لأن هكذا أوصانا الرب قد أقمتك نورا للأمم. ربنا اختارني أكون نور ينور للعالم كله، لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. وبولس اقتبسها من أشعياء 49: فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. فكل إنسان مسيحي عليه مسؤولية أنه يكون كارز بكلمة ربنا. يعني إيه كارز؟ مش كارز بالكلمة ولا حاجة، كارز بتصرفاته، كارز بأفعاله، كارز بتصرفاته مع غيره، كارز بتصرفاته مع أعدائه. لما الإنسان يتعامل بطريقة لطيفة مع الإنسان الوحش: على قدر طاقتكم سلموا جميع الناس. احنا بنقدم سلام وحب للعالم كله، بنصلي من اجل سلام العالم كله، بنصلي من اجل ان العالم كله ما يكونش فيه لا دماء ولا حروب، لا هنا ولا هنا ولا هنا، بنصلي العالم كله يكون مليان سلام. فانا دي كراستي، اني اقف قدام المذبح اقول: يا رب، البلاد اللي فيها حروب وفيها دم، من فضلك يا رب وقف الحروب، وقف الدم، وقف القتل،
وقف الناس اللي عماله تموت، وقف يا رب الاسلحه. يا رب احنا كرهنا الدم وكرهنا الشر وكرهنا الحروب وكرهنا القتل، كرهنا كل ده لان كل ده شيطان. فيا رب من فضلك وقف الكلام ده. دي الكرازه بتاعتي، ان اقف اصلي من اجل الانسان الشرير، من اجل الانسان المؤذي، من اجل الانسان المتعب. دي كرازتي انا، دي كرازتي انا شخصيا. بقف اقول له يا رب عايز اكون نور زي ما قلنا كده في الاول، عايز اكون ايسوزوروس. ايسوزوروس كان نور بينور للقديس موسى، مش حد بيكرز بكلمه وحشه، لا بالعكس كرازته كانت حلوه خالص، كرازه جميله، نور الطريق قدام الانبا موسى، فاصبح الانبا موسى القوي بجوري افا موسى. فانا دوري في الحياه اني اكون كارز بتصرفاتي وبكلامي وبافعالي، بمحبتي، بصلاتي من اجل الغير، بصلي من اجل كل دول العالم، بصلي من اجل اخواتي في مصر، بصلي من اجل العدو والحبيب والقريب والبعيد، بصلي من اجل العالم كله. لانه السيد المسيح جه نور للعالم، نور قلوب تلاميذه واقامهم نور للعالم. التلميذ ما كانش بيتكلم من ذاته لانه مش منور من ذاته، لكن منور من نور المسيح، شعلة المسيح التي في داخلهم تضيء وسط ظلمة العالم الشرير.